الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الشيخ الصغير والشيخ فراج الرويلي والآيات الأولى من سورة المطففين، فليتفضل. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك شيخ فراج.